أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم جميل ترحيب بهذه الأمسة التراثية المميزة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة وشغف الإثارة مع شعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. شوطنا 13 لفئة اللقاية بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات حاملا بطياته. هذه الأصايل النادرة من نوعها تشارك لكي تحظى بناموس لهذا الشوط. نتابع البداية، نتابع المقدمة مباشرة شوميلة لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش الذي تابع شوميلة على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القادمة هنا الضبي لهجن أم الزبار مع الوحش مبارك بن محمد بن صرير المري الذي قدم لنا شايش ومخايل والكثير من الأسماء المميزة برفقة الشعار هجن أم الزبار. الوحش مبارك بن صرير المري نجم كعادته دائما يقدم لنا هذه الأسماء اللامعة في هذا العالم الساحر. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، قهوة لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري يتابع قهوة على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام معاذير لهجن ام الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير الحاضر هنا بتمييزه وبإبداعه يقدم لنا معاذير. بينما هجن المرقاب، هجن المرقاب تتسلل رويدا رويدا من موقع الى موقع عينها على مقدمة الشوط مع شرارة لهجن المرقاب. عبد الرحمن بن سالم بن صالح بن العرج المري يتقدم مشاركا مع انطلاقة الشرارة من المركز الخامس الى المركز الثاني مباشرة في هذا التحدي الكبير. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء المميزة الحاضرة في هذا التحدي المتواجدة بهذه المنافسة المميزة. نتابع ونستمتع بهذه الشعارات العملاقة والكبيرة الحاضرة في هذا الابداع والامتاع. نتابع البداية، نتابع الصدارة، شوميلة على الصدارة ما زالت هي القائدة لمسيرة وانطلاقة هذا الشوط بهذا الشعار المميز، شعار هجن الغرافة القادم والحاضر بكل قوة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش. يتابع شوميلة ولكن شرارة هنا تتسلل الى المركز الثاني عينها على المقدمة بشعار هجن المرقاب. عبد الرحمن بن سالم بن صالح بالعرج المري يتقدم مشاركا بانطلاقة شرارة على المركز الثاني. المركز الثالث هنا الضبي لهجن ام الزبار مبارك بن محمد بن صرير المري ينطلق مع المركز الثالث. الكيلو متر الاخير كيلو حسم الامور، ثلاثة مراكز تنطلق في موقع واحد تتنافس من اجل الظفر بناموس هذا الشوط. ولكن نتابع المركز الرابع، عطول المركز الرابع قهوة لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس ام الزبار لهجن ام الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة اللي هاجي. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى. ولكن نعود مع البداية، نعود مع صراع المقدمة. ولكن ظبي هجن ام الزبار تسللت وانطلقت مباشرة الى الصدارة مع هذا التحدي. ولكن شرارة لهجن المرقاب يتقدم بهذه اللحظات. عبد الرحمن بن سالم بن صالح بالعرج المري هجن ام الزبار هجن المرقاب عمالقة التضمير الوحش وهنا بالعرج في منافسة من اجل الناموس من اجل انتصار الظبي. ما زالت صامدة وهنا شرارة تواصل مسيرة الضغط على المقدمة، ما زالت تضغط من اجل ان تظفر بناموس هذا الشوط. هجن المرقاب هجن ام الزبار منافسة والاروع مع اللحظات الاخيرة. الوحش كعادته الوحش ينزل
ينتصر يفوز يقدم الاسماء نجم 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 ايه الوحش الكبير تهاني وناموس لجن مزبار ونهني الوحش مبارك بن سرير المري على هذا الانجاز بفوز الطبيب ناموس هذا الشوط. المركز الثاني شرارة لجن المرقاب التابع لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ونهني عبد الرحمن بن سالم بن صالح بالعرج المري. المركز الثالث شميلة لهجن المرغاف لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوش. المركز الرابع شامل لهجن المزبار مع حمد بن سالم بن زال المري. المركز الخامس أم الزبار لهجن المزبار مع المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. هكذا مشاهدي الكرام تحديات هذا الشوط، فكانت الظبي حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط. 6 دقائق ثانية واحدة 44 جزءا من الثانية. تهاني وناموس لهجن مزبار وتهاني الوحش مبارك بن سرير المري الذي سجل الهاتريك في هذا المساء مقدم للأسماء المميزة. نهنيك يا الوحش مبارك بن سرير المري على فوز الظبي بناموس هذا الشوط. المركز الثاني شرارة 6 دقائق ثانيتين 10 أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لهجن المرقاب ونهني عبد الرحمن بن سالم بن صالح بالعرج المري على فوز شرارة في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت شميلة 6 دقائق 4 ثواني 24 جزءا من الثانية. تهاني وناموس لهجن الغرافة ونهني المدهش سالم بن عامر المدهوشي على فوز شميلة.